تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أقام نادي سباقات الخيل حفل كأسي خادم الحرمين الشريفين والخيال السعوديين المتمرنين على ميدان الملك عبد العزيز الفروسية في الرياض. تفاصيل أكثر مع الزميل سامي الدلبحي. شك رعاية مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين لهذا السباق الكبير والمهم من ضمن موسم سباقات الرياض العام 2022-2023 من أهم الأمور التي حقيقة يعني كان لها أثر إيجابي ووقع مباشر على رفع مستوى سباقات الخيل، وهذا الشيء يعني بعد الله ثم دعم مقام سيدي خادم الحرمين ودعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذه من أهم الأمور وأهم العناصر اللي لها تأثير مباشر على صناعة سباقات الخيل، رفع المستوى وإقامة شوط سباق خادم الحرمين على مستوى على تصنيف دولي له الأثر المباشر على وضع هذا السباق ضمن خارطة أهم السباقات المحلية والإقليمية والدولية كذلك. ومما لا يخفى عليكم أن الفائز بهذا الشوط سيكون متأهل تأهيل مباشرة إلى كأس السعودية الشوط الأعلى قيمة، وهو وجائزته 20 مليون دولار. مجموع جوائز اليوم بالنسبة لكأسي خادم الحرمين هي 3 ملايين ريال مقسمة على 1.5 مليون ريال لكل شوط، شوط مخصص للإنتاج المحلي للخيل التي منتجة، الخيل المنتجة محليا في المملكة العربية السعودية، والشوط الآخر وهو مفتوح الدرجات وتشارك فيها العديد من الجهات سواء كانت محلية أو خارجية. اليوم الهيئة هي المظلة لكل رياضات الفروسية في المملكة العربية السعودية، وتشرف على اتحادات اتحاد الفروسية والاتحاد البولو، مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، نادي سباقات الخيل هنا. فالهدف هو تكثيف الجهود، تعزيز الموقع العالمي فيما يخص الفروسية، الارتقاء بالسباقات وبالرياضات الفروسية وانتشارها. يعني احنا نبي نوصل لمرحلة ان تكون رياضة لجميع افراد المجتمع، ما هو بزين يعني اليوم هي مخصصة او هي محدودة ب ناس معينين بفئة معينة من الناس. فاليوم الهدف بإذن الله نشر الوعي فيما يخص الخيل ومحبته ورعايته. اليوم هي مناطة بتوفير بيئة على مستوى عالي فيما يخص رعاية الخيل ومرتديها، اهتمام بالسلامة، بالطبابة فيما يخص الخيل، فيما يخص الأكاديميات. فاحنا في صدد ان نطلع بنموذج عالمي مميز بإذن الله، يعني الدول الثانية ان شاء الله تقتدي به.